الهوى انت الهوى ومحتاج اشمه، يا اغلى واعز مخلوق عندي يا ما يا عيوني امي. طيب عساك بخير وبصحه زينه والله واديك، ويا ربي سالم دوم تسال علينا. من صارت هذه الجائحه وبدا الفيروس يفتك بالبلاد وتهيئت مستشفى خاصه للوبائيه اللي هي مستشفى البصره التعليمي، هون شغلنا انه احنا ناخذ العينات من المريضه ونجي المختبر نشتغلهم. قبل 6 أشهر او 7 تقريبا بديت العمل هناك، وفي الشهر السادس اللي هو حزيران انا انصبت بالفيروس، قطعت العلاج والحجر. واحده من النتائج اللي انا طلعت بيها انه العامل النفسي يلعب دور حاله الشفاء. ديلكم قمره وهوانا سهرينا مو بدينا. الشفاء يعتمد كليا على الجهاز المناعي وهرمونات السعاده قد تعمل على تحفيز الجهاز المناعي، انه الانسان المتفائل، الانسان اللي عنده اراده، اللي عنده عزيمه، هذول اللي تشاف، بينما الناس اللي يخافون واللي محبطين والمتشائمين عانوا من الفيروس اكثر من غيرهم. والله ما ادري من الغلا وين اودي، تسوى عيوننا بعد يمكن غلا. مريض يحتاج التخفيف عنه، يحتاج الترفيه عنه، هذه الأمور كلها كان يحتاجها المريض، وأنا قدرت ألتمسها من خلال الأغنية. حاولت أطلع بالمريض من جو الحزن والتعاسة والقلق والخوف والتفكير إلى جو الضحكة والسالفة والطرب. مرضى بصريين من الجنوب فيحبون الأغنية القديمة ويحبون هذا اللون الحنين بكلماته وألحانه. أكو بعض المرضى ما يقبل ياكل ولا يشرب ولا هاي، ويزعل علي اذا انا كنت ما موجود، يتصلون بي يا محمد تعال المريضه الفلانيه تقول لازم يجي. كذلك المرضى من اغيب يوم او اتاخر عليهم يسال، فهذه ردود افعال انا بصراحه اعتز بيها وافرح بيها وافتخر بيها اني قدرت اكون واحد منهم. لا 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 ما تعرف المنه يا امي.